محاضرة النهاردة اللي هي الباب الثاني. الباب الأولاني كان introduction، الباب الثاني هو التربة ذات المشاكل. يعني إيه تربة ذات مشاكل؟ خلينا نبص كده. هي التربة التي تسبب مشاكل إضافية هندسية بسبب تكوينها أو التغيير في الظروف البيئية المحيطة، ويوجد أنواع كثيرة من هذه التربة، ولكن الأكثر انتشارا في مصر 3 أنواع. يبقى هي تربة، التربة العادية فيها مشاكل. يعني خلينا نقول إن كل أنواع التربة، يعني أنتوا لو سويل واحد كنا بنتكلم عن مشاكل التربة ككل، إن التربة دي مش نوع واحد، وإن هي طين ورمل وزلط ونسب مختلفة، وممكن يكون فيها يعني ظروف مية مختلفة، فكل نوع والتربة هنا غير التربة هنا، كل دي مشاكل. بس دي مشاكل طبيعية في التربة. في بقى أنواع من التربة فيها مشاكل فظيعة. مشاكل فظيعة زي إيه؟ خليني أشوف كده معاكم. هنلاقي إن إحنا عندنا حاجة اسمها تربة قابلة للانتفاخ. يعني إيه تربة قابلة للانتفاخ؟ يعني التربة دي أول ما بيجي لها مية حجمها بيتزايد إلى الضعف، إلى الضعفين. يعني مش يعني أنتم متعودين مثلا لو شفتوا الطين مثلا لما بيجي عليه مية بينتفش، بس يعني إحنا مش بنتكلم على الانتفاش الطبيعي للطين. الانتفاش الطبيعي للطين ده بندرسه ضمن خصائص الطين، دي ما فيهاش حاجة. لكن في أنواع من الطين إذا جالها مية حجمها بيزيد بطريقة جامدة وبتكون قوية، يعني مش بيزيد وتحس إنها كده بلوظة، لا ده بيزيد لدرجة إن أنت لو مأسس بيت عليها البيت يترفع لفوق، يعني بريشر عالي جدا يشيل عمارات. ده مثال لحاجة زي كده، بس يعني مثال صغير عشان ده الصور المتاحة. يعني ادي طريق واتعمل تحتيه تربة انتفاخية او انتفاشية. على فكرة كلمة انتفاشية او انتفاخية في الكود زي بعض، وبالانجليزي expansive soil. expansive غير expensive، expensive غالي، expansive يعني قابل للتمدد والانتفاش والانتفاخ. ف ايه اللي حصل هنا؟ جالها ميه رفعت رفعت. خلي بالك الاسفلت، مش بنتكلم على طبقه، طبقات الاسفلت دي بتبقى حاجه كده انت اللي حاططها بنفسك، فيعني عشان ترفعها يعني معناها انها رفعت حمل كبير مش صغير. برضو ده مثال تاني لحاجه زي كده. النوع التاني من التربه، طبعا اللي فات ده كله كنا بنتكلم على التربه ايه اللي ينتفخ؟ الطين، يعني هو الطين، بس نوع معين من الطين قابل للانتفاخ بشدة. طيب النوع الثاني هو التربة القابلة للانهيار. يعني التربة دي لما يجي لها مية، وخلي بالك دايما انا كل عمال اقول لك ايه، يجي لها مية، يعني واضح كده، خليكم كده معايا كده ان مشاكلنا كلها في التربة المية. يعني ما حدش يفتكر ان التربة في حد ذاتها لو فضلت زي ما هي ما بيجيلهاش ميه هتعيش مليون سنه، بس التربه لو جالها ميه بيبتدي يحصل فيها مشاكل. عشان كده مبانينا زي المنظر اللي موجود في الصوره ده انت زي ما انت شايف كده، ده شكله كده، ادي عماره شكلها حلو، يعني شكلها كده يعني مش ما هياش في منطقه يعني عشوائيه، ولا منطقه اقول المباني مش مبنيه صح، لا مبنيه صح وكل حاجه زي الفل. طب ايه اللي حصل؟ ده السور بتاعها، السور بتاع الفيلا دي والسور بتاع الفيلا دي متبهدل، ودي لسه الارض اللي بره ما اتسويتش. يعني احنا لسه في مرحلة المباني. ده لسه الناس، ما ممكن تكون بعض الناس لسه ما سكنتش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل كالاتي. اللي حصل ان هم بنوا على تربة قابلة للانهيار، وطول ما هم بيبنوا مفيش مية، المية بتيجي على قد خلطة الخرسانة والكلام الفارغ اللي موجود، لحد ما مثلا صاحبنا اللي في الفيلا دي سكن وراح
زارع الجنينة وجايب بقى الجناين بتاعه وخضر لي الحتة دي خالص، وانا عاوز، انا متهيألي انا وريتكم صور لأسوار، يعني احنا عندنا، المهم يعني عندنا في مصر بنحب دايما الجنينة تبقى خضرة كده ومزهزهة، والسور بتاع الجنينة ده من جوه تلاقيه مرزع شجر لازق في السور على طول، وطبعا كل ده لازم يتروي، فميه شغاله ممكن تبقى 24 ساعه وسايب الميه، ما يعني بقول لك انا جايب جهاز ريب التنقيط، ريب التنقيط ده اول يوم بس، يعني شويه كده تلاقي مش عارف مين عدى كسر ماسوره ايه وايه اتخلع وبقت لا تنقيط ولا حاجه، ده ميه شغاله سايحه طول النهار، الاسم بس انها بالتنقيط. عشان كده نقطه مهمه جدا، مفيش حد يفكر في يوم من الايام يعمل حاجه اسمها ري بالتنقيط. ري بالتنقيط دي لازم يبقى تحت عينك كل يوم، كل يوم تعدي تشوف المواسير سليمه ولا لا، الرشاشات شغاله ولا لا، لكن ري بالتنقيط اعمله واسيبه وامشي، دي اكني فاتح حنفيه المياه 24 ساعه. ده غير بقى الاتيتيود المختلف، يعني ايه؟ يعني انت جايب الجنايني اللي مسؤول عن الكومباوند ده وبتقول له انت عندك اجهزه ري بالتنقيط، الراجل عاوز الزرعه بتاعته تخضر كده وتبقى حلوه، فايه يا عم الجهاز اللي انت جايبه ده؟ تبص تلاقيه عنده محابس ومجايب خرطوم، جايب خرطوم وموصله على المحبس، وتلاقيه هو يعني عندي صور كده متصوره جوه كومباوندات كبيره، يعني الراجل الجهاز الري بالتنقيط شغال والجنايني برضو ماسك الخرطوم وعمال يروي، ما فيش، هو يعني النظام في مصر ما لا يصلح للري بالتنقيط، فهتلاقي المنظر ده كان شغال جوه. طب ايه اللي حصل؟ ميه شغاله على طول، ميه نزلت ووصلت لطبقات ما تعرضتش للميه قبل كده، اول ما تتعرض لميه تنهار عكس اللي هي بتنتفش، عكس الطين اللي بينتفش، دي رمله بتنهار. المواد اللاحمة اللي هي بتمسك ما بين حبيبات الرمل وبعضها دي مواد من الطين والطمي، أول ما بيجي لها مية بتدوب وتسيب حبيبات الرمل بدل ما كانت راكبة فوق بعضها تنزل جنب بعضها، وبتكون النتيجة إن الاستراكشر بتاع الرمل بينهار. فده منظر لتربة انهيارية. النوع الثالث اللي هو بنسميه التربة الطينية اللينة، يعني في مناطق كثيرة مثلا في بورسعيد مثلا في حتت تلاقي ان انت لو مشيت فيها هتغرز بنفسك، انت برجليك كده لو مشيت في الطينة دي تغرز. المنظر اللي انتوا شايفينه قصادكم اهو، ادي تربة، احنا في عندنا مثلا في منطقة اسمها سهل الطينة في ناحية يعني عند قناة السويس كده من فوق، المنطقة دي شاء الأقدار إن يقرروا إنها هتبقى منطقة تستغل في مصانع وحاجات زي كده، أساسا ما تعرفش تمشي فيها، كانوا مسمينها سهل الطينة ليه؟ لأنها منطقة ما فيهاش، ما حدش يقدر يمشي فيها، فأنت أساسا عشان توصل المعدات بتاعتك هناك اضطريت تعمل طرق تقدر تمشي عليها جوه الحاجات دي، ولازم المباني تبقى ليها معالجه مخصوصه، يعني قصه كبيره. فاذا السوفت كلاي يبقى ده تاني نوع او تالت نوع من انواع التربه ذات المشاكل، وتاني نوع من انواع الكلاي الوحش. الكلاي الاولاني كان انتفاشي، الكلاي التاني فيري سوفت، فبالتالي يعني ما يستحملش اي مباني فوق. النوع الاخر هو النوع الاخير بقى، ده يعني انت لو فتحت اي مرجع هتلاقي في انواع كتيره، بس يعني اهم ثلاث انواع، ودول الثلاث انواع اللي موجودين عندنا في الكود. بالمناسبه الكود المصري في شابتر، الكود المصري 10 ابواب، باب منهم التاسيس على التربه ذات المشاكل. فاذا انا لو واحد عاوز اعمل يعني عاوز اخد معلومات كويسه قوي، لازم اول حاجه اعملها اقرا الكود، كود المصري مكتوب بالعربي وحاجه حلوه ومتكلم عن التربه ذات المشاكل بالصفات، فده من ضمن الحاجات اللي لازم تقرا على مدار السنه، ممكن لو طلبنا بحث يبقى ده مرجع من المراجع المهمه في حاجه زي كده.
طيب كده كملنا الطين والطمر، انا اسف الطين والرمل، نيجي بعد كده للحجر بقى. الحجر ممكن يحصل فيه مشاكل. خلي بالك انا لما بقول تربه ذات مشاكل مش قصدي بيها انها لازم تبقى تربه، قصدي ان هو الحاجه اللي احنا واقفين عليها السب اللي بنسميه البيز اللي احنا بنحط عليه المبنى بتاعنا، سواء كان حجر رمل زلط طين ما تفرقش معايا. فالحجر فيه مشاكل، فيه مشاكل. ايه المشاكل دي؟ ممكن يحصل فيه تكهفات، تكهفات ارضيه، يعني الاقي ان في كهف جوه الحجر. طب الكهف ده مع الوقت والاحمال اللي فوقه ممكن يحصل ايه؟ السقف بتاعه ينهار، فلما السقف ينهار ياخد كل اللي فوقه وينزل. يبقى ده نوع من انواع المشاكل. انا برضو هوريكم فيديو تشوفوه كده الاول قبل ما ننتقل. خلينا الفيديو ده كده واضح بالنسبه لكم ولا؟ نعم، احاول اكبره شويه. مش عارف ليه مش بيكبر، يعني هو للاسف. طيب طيب بصوا، هقول يعني هقول لانه انتوا مش شايفينه بس هيظهر في التسجيل فهتشوفوه بعد كده يعني. ماشي. الفيديو ده بيمثل ادي كده تصوير مستمر لشارع وعربيات، اللي هنا دي عربيات ماشيه في الشارع ده. فجأة عسكري المرور ده اكتشف ان في اثار تشريخ في الارض، فابتدى يجيب الاقماع اللي هي الحمراء دي او الاورنج دي ويحطها داير داير حوالين منطقه معينه. فجاه ابتدى يبقى في الاسفلت قطع بتقع 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 لحد ما بقى في فتحه في الاسفلت قطرها ياخد عربيه بالكامل. طب هو ايه اللي حصل في الفتره دي؟ اللي حصل إن التربة اللي تحت أو الحجر اللي تحت الأرض حصل فيه انهيار، فلما انهار خد اللي فوقه ونزل. فده أنا قصدي حاجة مش بعيدة عننا أهو، ده في وسط الشارع وفي شارع زحمة وفي منطقة سكنية، ويعني مش بنتكلم على حاجة في الحجر اللي في الصحراء، لا ده ممكن يحصل. نعم؟ السبب هو وجود الكهوف. يعني أنا النهاردة خليني اقول الكهوف دي بتيجي ازاي. في بعض انواع الاحجار قابله لان يحصل فيها كهوف، زي الحجر الجيري. الحجر الجيري نوع من الحجر الضعيف، بس هو ضعيف بالنسبه لانه حجر، لكن هو بالنسبه للرمل والزلط يعتبر حاجه حلوه. يعني الحجر ده فيه كراكس كتيره قوي، بس الكراكس دي ما بتضرناش في حاجه خالص. يعني مش لازم الحجر يبقى كتله واحده، ممكن يبقى كتل جنب بعضها. لما الدنيا بتمطر، المطره بتنزل بتمشي ما بين في الكراكس دي، فبتخش جوه، وهي نازله بتدوب معاها الحجر، فبتتحول الى نوع من انواع الاحماض البسيطه، بس ده حمض. فالحمض ده بيقعد يتفاعل، اذا وقف في حته هو طول ما هو ماشي مفيش مشكله، لكن لو جه اتجمع في حته بيقعد يتفاعل مع الحجر اللي حواليه، وكل ما يتفاعل الحجر يقل يقل او يدوب يدوب يدوب، فبدل ما بقى عندك حته صغيره كده الحته تكبر 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 لحد ما توصل الى انها بقت كهف يشيل بني ادم او عربيه او بقى يعني حاجه كبيره جدا. فانت مع الوقت الحجر عمال يكون كهف جواه، وانت جيت تبني المبنى بتاعك، جيت على وش الارض لقيت حجر، قلت حلق زي الفل، حطيت المبنى بتاعك ورحت حاطط قاعده فوق كهف بالملي، وابتديت بقى تحمل وتحمل وتحمل مع الوقت او حتى من غير ما تحمل،
الكهف ده ما هو عمال يكبر مع الزمن، هيفضل يكبر 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 لحد ما السطح اللي فوقه يقل خالص، ياخد كل حاجة وينزل. ده السبب. المهم يعني ما هي احتمالية وجود هذا النوع في مصر؟ طبعا كل التربة دي اللي احنا اتكلمنا معاها عليها موجودة، حتى التربة اللي هي التكهفات دي برضو موجودة. طب ايه لما يشكل هذا النوع مشكلة على المنشأ؟ طبعا لانه هيسبب هبوط للمنشأ، نتيجة يا اما المنشأ هينهار جواه، يا اما المنشأ هيترفع بيه، يعني هيحصل حركة في المنشأ، والمنشأ غير مصمم لتحمل حركات. المنشأ مصمم لحالة الثبات، اول ما تبتدي يحصل زلزال يقع، عشان كده نبتدي نصممه ليقاوم الزلازل، يقاوم الحركة، لكن مش بصمم، ما اقدرش اصممه انه يقاوم ان جزء من المبنى يقع، يعني قصدي جزء من المبنى يهبط 20 سنتي والجزء الثاني ما يهبطش. مفيش منشأ في الدنيا ينفع يعمل كده. عملية صعبة جدا ان انا اصمم منشأ بهذا الشكل. انا اخري في الهبوط ان يعني المشكلة عندي مش في القواعد، القواعد مش هتشتكي، اللي بيشتكي دايما الجماعة بتوع الخرسانة اللي فوق بقى، اللي عملوا لنا المنشأ من فوق. لو المنشأ عمود هبط عن عمود 10 سم، المنشأ بالسلامة، 5 سم برضه بالسلامة. فإذا أنا عندي مشكلة كبيرة في هبوط مختلف أنواع الطرق. طب في اعتبارات أراعيها عند استكشاف الموقع عشان ألاقي الكلام ده؟ أه طبعًا، ممكن أبعت ناس يعملوا لي سايت انفستيجيشن، يطلعوا لي ان التربه قويه وزي الفل، وما يعرفوش ان التربه دي لما هيجي لها ميه هتحصل فيها مشاكل. يبقى لازم يكون اللي بيعمل سايت انفستيجيشن عنده معرفه بكيفيه التاكد من عدم وجود انواع التربه ذات المشاكل. طب اصنفها ازاي في المعمل؟ برضو لازم ابقى عارف. طب اعالجها ازاي؟ لازم ابقى عارف. طب اسس عليها ازاي؟ ما انا ممكن اغير نوع التاسيس زي ما قلنا، استخدم خوازيق مثلا بدل ما استخدم اساسات سطحيه. يبقى اذا عندي طرق كتيره هنبتدي ندرسهم بقى الى حد ما بالتفصيل شويه. التربه القابله للانتفاخ، التربه القابله للانتفاخ موجوده في مصر، موجوده في الكلام ده، هتلاقيه موجود في الكود في مدينه نصر، في العبور، في الشروق، في 6 اكتوبر، في العاشر، الفيوم، مدينه السادات، اسوان، وادي. طبعا مش مطلوب ان انا احفظ الكلام ده، بس مطلوب ان انا ابقى فاهم انها موجوده في مصر، وموجوده في مناطق حضريه، وموجوده في مناطق صحراويه، يعني الموضوع مش بعيد عني خالص يعني. طيب لماذا يشكل هذا النوع ضرر على المنشأ؟ التربة دي أول ما بيجي لها رطوبة أو مية بيتغير حجمها، سواء إنها بتنتفش أو بتنتفخ. يبقى في هذه الحالة أنا مضطر إن أنا أغير في خواص التربة دي. أغير في خواص التربة إزاي؟ في حاجة اسمها تحسين التربة، إن أنا أحسن التربة دي، أو أشيلها وأجيب تربة بدلها، أو أغير في الأساسات. طالما إن أنا التربة بتاعتي قابلة للانتفاخ، أنا مش هقدر، يعني أنا تلاقي مثلا تقرير تربة ويقول لك إيه، منع المياه من الوصول إلى الأساسات. كلام بنحطه نظري ولكن تطبيقه صعب. يعني إيه منع المياه من إنها توصل الأساسات؟ يعني أنا هاجي للناس بعد 20 سنة اللي ساكنين في الدور الأرضي، أقول للست اللي فتحت الحنفية وحطت خرطوم ورشت بيه الحتة اللي بره، أقول لها ما تعمليش كده؟ ما هو ما ينفعش، يعني ما ينفعش أقول منع المية من الوصول للأساسات، ماسورة تحت الأرض وضربت، هعمل إيه؟ ما هو يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها منع المية من الوصول للأساسات، ولكن في حاجة اسمها بحاول أقلل، يعني ببعد المشكلة لقدام شوية، بس لما تحصل لازم يكون عندي طريقة للتعامل معها. فمن ضمن طرق التعامل مع الـ expensive، مع هنتكلم بقى بتفصيل هل ينفع استخدم ديب فاونديشنز ولا ما ينفعش، هل اقدر استخدم قواعد
لبشه مثلا، ما هو من ضمن الحلول دايما عندنا في الاستراكشر او في الانشائي، ان يقول لك بدل ما تعمل قاعده صغيره اعمل قاعده كبيره عشان المبنى ما يحصلش فيه مشاكل. طب افرض انا عندي تربه قابله للانتفاخ، التربه القابله للانتفاخ دي يعني عاوزه ترفع المنشأ لفوق. طب لو انا حطيت لها قواعد صغيره احسن ولا لو حطيت لها قاعده كبيره؟ ده التفكير الطبيعي، ان اقول احط لها قاعده كبيره، بس في الواقع لما احط لها قاعده كبيره ايه اللي هيحصل؟ انا كده كبست فوق نفسها، انا حطيت حاجه فوقها، فالتربه عاوزه تشيل، هتشيل المنشا كله. لكن تخيل بقى لو انت رحت حاطط قواعد صغيره، انا هنا ما عنديش مشكله بيرنج كاباسيتي، انا عندي التربه دي قويه جدا لدرجه انها ممكن تشيل المنشا بتاعي لفوق مش تنزله لتحت. فيبقى لو انا عملت قواعد صغيره التربه عاوزه تنتفش، هتلاقي حاجه بتمنعها اللي هي القاعده، بس تلاقي يمينها وشمالها حتت فاضيه، تقوم طالعه في الحتت الفاضيه، يبقى انا عملت متنفس للتربه. يبقى في انواع، عشان كده دي من ضمن الاسئله النظري الجميله جدا. اجي اقول لك مثلا هل ينفع استخدام اللبشه مع التربه القابله للانتفاخ؟ لا، لان اللبشه ما هياش الحل الانسب. لازم لو انا مضطر اعمل لبشه يبقى لازم اعمل فراغات جوه اللبشه عشان التربه تنتفش فيها. طيب برضو في نقطه مهمه، ايه اللي انا اعمله عشان استكشف الموقع؟ افرض انا رايح اعمل جسات. طب لو انا رايح اعمل جسات، مش الجسات دي بتشتغل بالميه؟ احنا قلنا الكلام ده متهيألي المحاضره اللي فاتت. فجسه بتشتغل بالميه، يبقى لو هي قابله للانتفاخ هتنتفخ، وانا شغال هتطلع لي عينه مش هعرف ان فيها مشكله. طب الحل ان انا اعمل ايه؟ الحل ان انا اشتغل بمكن بيشتغل بتبريد الهواء، او ادور على وسيلة اخرى لاستكشاف التربة دي، بس مش عن طريق ان انا اشوفها كده بحالتها الطبيعية، ولكن ان انا اتعامل معاها من ناحية حجم الحبيبات، نسبة الفاينز لنسبة التربة العادية وهكذا. يبقى في مؤشرات اخرى ممكن تساعدني على حاجه زي كده. بس طبعا لو عرفت ان انا اخد عينات غير متاثره بالميه يبقى ده احسن حاجه بالنسبه لي، لاني هاخدها المعمل واحط لها ميه بقى. اول ما احط لها ميه تنتفخ، يبقى انا شفت ان التربه دي لما بيجي لها ميه بتنتفخ، لكن لو جت لي منتفخه اساسا بميتها حاجه اخدها المعمل مش هبقى عارف. ليها طرق برضو بنتعامل بيها، بس يعني ايه الافضل ان انا اجيبها زي ما هي. طبعا من ضمن احسن الطرق لاستكشاف التربه اللي ذات مشاكل والتربه دي بالذات، ان انا اعمل حفر مفتوحه، حفر مفتوحه من غير ميه، احفر حفره وانزل وانزل وانزل، وبعد كده اخد عينه بلك كده على بعضها من جانب الحفر. فاذا التربه اللي في جانب الحفر قابله للانتفاخ هعرفها، قابله للانتفاش او قصدي قابله للانهيار برضه هعرفها. طب عيبها ايه الموضوع ده؟ ان انا مش هقدر انزل غير مترين ثلاثه اربعه بالكثير، لكن مش هقدر انزل 20 متر 10 متر، مش هقدر اجيبها. طيب ده طريقه الحفر باستخدام مكن الجسات. بس في هذه الحاله احاول المكنه اللي قصادنا دي بتشتغل بالميه، تبريدها ميه، فاحاول ان انا استخدم مكن تبريد هواء عشان ما يستخدمش سائل الحفر. طيب ايه التجارب اللي انا ممكن اعملها؟ خلاص انا يعني للاسف ما عرفتهاش من الموقع، العينه راحت المعمل، اعمل ايه على الحبيبات بتاعتها عشان اقدر اخد مؤشرات هي قابله للانتفاخ ولا؟ الجدول ده موجود في الكود، بيقول لك ان درجه الانتفاخ عاليه جدا او اخر حاجه منخفضه. طب ايه بقى الحاجات دي؟ حاجه اسمها
وبرضه دي نسبة الانتفاخ بتاعها، سيبنا منها دلوقتي. في حاجة اسمه حد الانكماش وحد الندونة ونسبة الحبيبات ذات قطر أقل من 2 مايكرون. يبقى أنا عندي تجارب ممكن أعملها في المعمل أشوف كمية من اختبار السيف، أشوف الحبيبات، مش السيف، من اختبار الهيدرومتر، أشوف الحبيبات اللي هي قطرها أقل أو نسبتها اللي هي أقل من 2 مايكرون كام في المية، أو إن أنا أشوف دليل اللدونة اللي هو الأي بي بتاعها كام في المية، أو أشوف حد الانكماش. الكلام اللي إحنا بنقوله ده أنتوا خدتوه في سويل واحد. إزاي أحسب حد الانكماش وحد اللدونة وحد أتر بيرج ليميتس عامة يعني. فمن ضمن أتر بيرج ليميتس الحاجات دي ممكن تساعدني. فبالتالي لو أنا جبت عينة ولقيت إن حد الانكماش بتاعها أصغر من 11 ودليل اللدونة بتاعها أكبر من 35 ومش عارف القطر، مش نسبة الحبيبات اللي قطر 2 مايكرون أكبر من 28، يعني ثلاث حاجات ظهروا قصادي، يبقى غالبا بنسبة عالية جدا التربة دي قابلة للانتفاخ بدرجة عالية. يبقى إذا ما زال عندي برضو فرصة لأن أنا أستكشف الموضوع ده في الموقع في المعمل يعني. طيب إزاي أعالج التربة دي؟ هتلاقي دايما نمرة واحد في طرق المعالجة الاستبدال، شيل وهات تربة جديدة. يعني انت عندك تربة وحشة شيلها وحط مكانها تربة جديدة. الكلام ده ينفع؟ اه بس ينفع لحد عمق معين. اه يعني انا مثلا هفترض ان انا عندي حاجات على عمق مثلا ما بين متر ومترين، ما بين متر وتلاتة، ما زال لحد 3 متر ارخص حاجة ان انا اشيل. لكن افرض عندي طبقة من 3 ل 6 متر، أكيد يعني مش هعمل مشروع عشان استبدال التربة يعني. فيبقى إذا ما ينفعش، فيبقى استبدال التربة، استخدام تربة رملية حول الأساسات السطحية لعزلها عن التربة المحيطة القابلة للانتفاخ. أه إن أنا أعمل إيه؟ طب مش التربة دي قابلة للانتفاخ؟ طب تعالى حط لي داير حوالين التربه بتاعتي اللي هي تحت الاساسات تربه تانية عشان لما يحصل انتفاخ تخش في المنطقه دي. دي طبعا فيها كلام وفيها يعني انا لازم اعمل كده تحت كل قاعده يعني كفكره، اه بس كتنفيذ عمليه صعبه جدا. برضو منع تسرب المياه الى تربه الاساس، كلام يعني نظري، لكن اقدر امنع؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ما ينفعش. امنع ازاي؟ هيجي في يوم من الايام بعد 10 20 سنه الميه هتوصل. يبقى اذا انا لو قلت منع الميه ده ينفع لحاجه مشروع مؤقت هيقعد شهرين، لكن حاجه عاوزها تقعد 100 سنه ما ينفعش. ما ينفعش ان اعمل حاجه زي كده. التصميم باسلوب يجعل الاحمال الانشائيه على الاساسات السطحيه عالية لمعادلة ضغط الانتفاخ. اه يعني طب التربة دي عاوزة ترفع المنشأ بسترس قد ايه؟ بسترس كذا. طب الحمل بتاع المنشأ عامل استرس قد ايه؟ كذا. طب لو الاسترس ده قد الاسترس ده يبقى كده الدنيا اتحسنت. بس هو فعليا برضو احنا ما مين قال لك ان الانتفاخ في ناحية اليمين هيكون قد الانتفاخ في الناحية الشمال؟ يبقى معنى كده المنشأ بتاعك هيميل. يبقى اذا عندك مشكلة اخرى هي اه برضو دي نظريا تصلح لكن تنفيذها صعب، ولكن دي تديني مؤشر ان انا زيادة الحمل على التربة هنا مش مشكلة، التربة قابلة للانتفاخ، اللي هو بيجاوب على الحتة اللي قلناها قبل كده ان انت لما يبقى عندك تربة قابلة للانتفاخ تكبر القاعدة ولا تصغرها؟ لا صغرها. ليه؟ لأنك لما تصغرها بتدي مساحة للتربة إنها تتنفس فيها وبتزود الاسترس على التربة اللي تحتها مازال تربة انتفاشية. فيبقى
انا اكني حكبس على التربه جامد في حته وهسيبها تتنفس في حته تانيه، فده احسن حاجه. اذا الحل ده حل كويس جدا، ان انا اعلي الاستريس على التربه واستخدم اساسات صغيره، فتكون النتيجه ان يحصل نوع من انواع يعني التربه تريح بطريقتها بدون ما تاثر على المنشا بتاعي. استخدام خوازيق ذات نهايات عريضه، الجزء ده يعني بيلخبط الطلبه شويه، بيخليهم يفتكروا ان الخوازيق مناسبه للتربه اللي هي الانتفاخيه. لا، الخوازيق مش احسن حل للتربه الانتفاخيه، بالعكس انا استخدم اواعد صغيره بميد قويه وتخينه وعريضه احسن لي ما استخدم خوازيق. ليه؟ لان الخوازيق عشان تستخدمها في تربه قابله للانتفاخ، التربه قابله للانتفاخ اللي هي تشيل عماره هتكسر الخوازيق بتاعتك، هتلاقيها بتضغط على الخوازيق يمين وشمال ممكن تلاقي الخازوق بتاعك اتكسر باحمال افقيه مش متاخده في الاعتبار. ده غير انها بتمسك اكتر في الخوازيق، فتكون النتيجه انها تشيل الخوازيق معاها وتطلع. فيعني اذا حل الخوازيق، هو هنا كاتب الخوازيق، هو كاتب، هو دقيق شويه، قال الخوازيق ذات الهامات النهايات العريضه، ان الخازوق من تحت ليه حته عريضه، طبعا تنفيذه عمليه صعبه جدا، وعشان تعمله لازم تضمن ان التربه دي ما تضغطش على الخازوق نفسه. فخلينا نقول من عندي كده ان الخوازيق لا تصلح للتربه القابله للانتفاخ، الاحسن منها الاساسات الصغيره مع الميت. تصميم المنشا مع الاساس كوحده واحده تتحمل حركه رفع، يعني ان انا اخلي المنشا بتاعي قوي جدا لدرجه ان هو لما يترفع مش هيحصل له حاجه، وده طبعا المهندس الانشائي بيرفضه. يعني دايما وحده واحده، انت عاوز المنشا تقول لي صمم منشا يطلع وينزل، ما ينفعش. فبالتالي ده غير ان هو لما الميه بتختلف انت مش عارف ايه اللي هيحصل، هتطلع والميه هتفضل ولا الميه هتروح ويرجع ينشف تاني، فانت ما انتش عارف الوضع هيبقى شكله. يبقى الخلاصه من كل اللي قلناه ده، الواضح ان في التربه الانتفاشيه احسن حاجه ليها الاساسات الصغيره، الاساسات المنفصله مع ميد قويه. طب ليه ميد قويه؟ لاني برضو خايف ان الاساس ده ينتفش، او يعني التربه اللي تحته تنتفش اكتر من اللي جنبه، فلو انا حاطط ميد كويسه هتخلي المنشا ككل يشتغل كجريد واحده، اذا حته اترفعت زياده بقيه المنشا بيقدر يعوض. طبعا عمليه استبدال التربه هي احسن الطرق، بس زي ما قلنا ان انا عشان استبدل التربه مش هقدر انزل بيها الاعماق كبيره قوي. الحاجه الثانيه بقى، ودي دي دي النقطه المهمه، انا ممكن استبدل مصيبه بمصيبه اكبر، انا ما عملتش حاجه. يعني انا عندي تربه قابله للانتفاخ او الانتفاش، شلتها ورحت جايب عربيات الرمل ادلقوا لي رمل هنا، ده لقوا رمل هنا، رحت حاطط الاساسات فوق، فانا استبدلت تربه قابله للانتفاخ بتربه قابله للهبوط الزائد. ليه؟ هو الرمل اللي انا بجيبه ده مش لازم ادمكه الاول، والا اللي هيدمكه هو المنشا بتاعي، يبقى عندي مشكله. فبالتالي لما اعمل استبدال تربه لازم التربه دي تيجي افرش الاول رائقه 30 سنتي ادمكها دمك كويس جدا، اقوم فرش رئه تانيه فوقها وادمكها تانيه وتالته ورابعه لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عاوزه. في طبعا مقاولين عاوز يخلص يلا بسرعه،
بدل ما يرمي 30 سنتي يرمي متر. يقول لك هدمكم، ما ينفعش، هي اقصى حاجه تقدر تدمجها 30 سنتي. فانت لازم تجي عاوز تحل مشكله تحلها صح، تحلها غلط يبقى انت طلعت من مشكله دخلت في مشكله تانية. طيب طرق التأسيس المختلفة، الأساسات السطحية، قلنا الأساسات السطحية هي أحسن نوع بالنسبة للتربة دي، وكل ما تبقى الأساسات صغيرة، وهنا بيقول لك ربط القواعد في الاتجاهين بميد لمقاومة أي فروق في الحركة بين القواعد، ويجب ترك فراغ بين الميد وسطح التربة، يعني برضه هو خايف على الميد إن الميد تتأثر بالتربة القابلة للانتفاخ وترفعها لفوق، فهو عاوز الميد يبقى فيه بينها فراغ. يعني أحيانا بيحطوا تحت الميد مثلا حبة رمل عشان التربة اللي تحت لو انتفخت تخش في الرمل ده ما يحصل لهاش حاجة. هنا بقى واضحة هي وصريحة، لا يفضل استخدام اللبشة إلا في حالات خاصة حيث أنها تحد من حركة التربة المنتفخة، لذلك فإن في حالة الاضطرار لاستخدامها فيجب تصميم على افتراضات ميكانيكية مش عارف. المهم يعني الأفضل من كده إن أنا مش هصمم اللبشة إنها تتحرك، ولكن هصمم جوه اللبشة فراغات، يعني أعمل لبشة وجوه اللبشة دي فراغات عشان التربة لو حبت تتحرك برضو من غير مشاكل. دي الأشكال المختلفة للتربة القابلة للانتفاخ مع الأحمال المختلفة. نفترض إن أنا عندي تربة قابلة للانتفاخ في المنتصف، هلاقي إن القاعدة بتاعتي اترفعت كده. لو عندي تربة قابلة للانتفاخ عند الجوانب هيطلع لي قاعدة بالشكل ده. طب ده شكل العزوم، ده شكل الشير القص، ده شكل الانحناء، ده شكل ضغط التربة. المعلومات دي للعلم بالشيء عشان تبقى فاهم، لأن أنت أساسا مش هتبقى عارف التربة قابلة للانتفاخ فين بالظبط بالنسبة للقعدة بتاعتك. فعشان كده، ولكن إحنا بس بنحاول نفهم عشان لما تيجي تشوف العكس بقى. ده مش هيساعدك في التصميم قوي، لكن هيساعدك في التحليل. يعني إيه؟ رحت المنشأ مشرخ، فتشوف التشريخ وتقول والله يبقى معناها ان انا كان عندي تربة قابلة للانتفاخ في الجنب الفلاني او في النص او في الحرف وهكذا. طب الاساسات العميقة، يعني بدون ما اخش فيها لان المواصفات بتاعتها، عشان استخدم اساسات عميقة هستخدمها باشتراطات عالية قوي، لذلك لا يفضل مع التربة القابلة للانتفاخ ان انا استخدم اساسات عميقة خالص الا لو مضطر لاسباب. وفي هذه الحالة هضطر بقى ان انا اعمل فاصل بين سطح الخازوق وسطح الارض عشان الخازوق لما يجي يتحرك او الارض لما تيجي تتحرك ما تحركش الخازوق معاها. قصة كبيرة يعني تنفيذها صعب قوي، عشان كده لا تفضل. النوع الثاني هنبتدي نتحرك بسرعة بقى عشان نخلص المحاضرة، التربة القابلة للانهيار. احنا في اللي فاتت خدنا كده موضوعات ودرسناها، نفس الموضوعات هندرسها للتربة القابلة للانهيار. تواجدها فين في مصر؟ الساحل الشمالي 6 اكتوبر، العبور، برج العرب، مدينة الحمام. يبقى اذا هي موجودة في اماكن برضو حضارية كتيرة، وبالتالي ممكن انها تحصل كتير، ولكن هي غالبا ايا كان الانواع دي كلها تلاقي نادرا ما اجي اقول لك التربه دي موجوده عند وادي النيل. لا، وادي النيل، ضفاف النيل بالدلتا ده موضوع. التربه ذات المشاكل كلها في المدن الجديده، عشان كده اجدادنا او يعني ابهاتنا اللي كانوا موجودين من زمان اما كانوا عايشين على ضفاف النيل وكان كل الحكايه القاهره واسكندريه ما كانش عندهم تربه ذات مشاكل. امتى بقى ابتدى يجي لنا تربه ذات مشاكل؟ لما طلعنا للعبور والشروق والتجمع والحتت دي كلها، ابتدت تجي لنا مناطق صحراويه فيها تربه قديمه تحت الارض كانت متاثره بالفيضانات اللي انقطعت من اول السد العالي، فالتربه دي شرهه للميه ما شافتهاش بقالها فترة طويلة، أول ما هتجيلها مية تاني هيبتدي تحصل فيها مشاكل.
ايه التربه الكولابسبل؟ التربه الكولابسبل دي برضو عشان تبقوا متخيلينها، انا كان عندي في البيت كده عينه عباره عن كتله حجر. كتله الحجر دي لو جبت قطاره فيها ميه ورحت مقطر فيها نقطه ميه، نقطه الميه دي هتعمل خرم جوه الحجر، يعني الحجر بيدوب الصخره على طول يعني. فنسبه المواد الناعمه عاليه قوي لدرجه انها اي ميه بتيجي عليها بتبوظها، بتحولها من حجر الى يعني حاجه مفتته. طيب وانا بعمل الجسات بتاعتي ايه الحل؟ ان انا ما انا لو دخلت في تربه مفتته، يعني تربه بتتاثر بالميه وانا بليتها، هتطلع لي في الاخر التربه بعد ما اتبلت بالميه وبقت حلو، فبالتالي مش هعرف انها تربه قابله للانهيار. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اخد حفر مفتوحه، ان انا اشتغل ميكانيكال حفر ميكانيكي ولكن بدون استخدام سائل حفر اللي هي بالتبريد هواء. الحل الثاني ان انا اعمل لها اختبار في الموقع. ازاي اختبار في الموقع؟ انتوا خدتوا اختبار الدقات. اختبار الدقات ده بيديني قوة التربة. طب لو أنا عملت الاختبار ده على التربة اداني قيمة ورحت مغرقها مية وعملت الاختبار تاني اداني قيمة أقل بكتير، يبقى معنى كده أن التربة أو خلينا نقول كده، خلينا نقول ان هي هتقل باختلاف المية، خلينا نقول احسن انها هتختلف في وجود المية. يعني ايه هتختلف في وجود المية؟ يعني المية الاول ما هتيجي عليها هتغير النتيجة بالزيادة او بالنقص، دي نبقى نفكر فيها بعدين. ولكن خلينا نقول ان الطبيعي ان التربة لما يجي عليها مية نسبة الاختلاف بتبقى ضئيلة، لكن لو نسبة الاختلاف كبيرة يبقى دي تربة ذات مشاكل ويجب دراستها. فيبقى ده الموضوع بتاع ده اختبار. في اختبار تاني اللي هو اختبار التحميل. اختبار التحميل ده موجود بره مصر بالشكل اللي هو الطبيعي، ان بجيب بليت مدور وحمله بحمل، الحمل ده اجيب الحمل باي طريقه، شوف الطريقه اللي انت عاوزها، واقيس الهبوط نتيجه الحمل. طيب لو انا عملت الاختبار ده مرتين، مره على التربه وهي جافه، ومره على التربه بعد ما غرقت المنطقه اللي حواليها ميه وسبتها لحد ما الميه ملتها، لو في اختلاف يبقى التربه دي تربة قابلة للانهيار، لو هبطت زيادة. عشان كده لما بنيجي في مصر، الاختبار ده مصري بالمناسبة، يعني بره ما بيتعملش كده، بنعمل ايه؟ بنقعد نحمل في التربة ونحسب الاسترس ونحسب الهبوط، استرس مع هبوط، استرس مع هبوط، او حمل مع هبوط، لحد ما اوصل لاسترس معين. اول ما اوصل عند الاستريس ده، مثلا الاستريس اللي هو مثلا 2 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير، اقوم مبطل تحميل خالص وابتدي اغرق ميه. لو انا بغرق ميه لقيت البليت بتاعي عمال يهبط يبقى دي تربه قابله للانهيار. لو لقيتها انها ما تاثرتش تاثر مع يعني حاجه هايفه، يبقى التربه دي تربه عاديه وكويسه وحلو. وبعد كده ارجع اكمل تحميل تاني، بكمل تحميل تاني. الاقي المنحنى، انا مش عارف انا منزل لكم هنا منحنى ولا لا، اهو اه بالمناسبه ادي شكل البليت وادي شكل الجاك اللي بيضغط على البليت، وبحط حمل يعني حاجه مصد فوقي، بتكون عربيه نقل متحمله او لودر متحمل، عشان يبقى هو ده الحمل اللي الجاك يضغط عليه فيضغط على التربه من الناحيه التانيه.
وبقيس الهبوط من 3 نقط عشان ما اقيسش من نقطة واحدة والاقي ان البليت بتاعي لف، لازم عشان اعرف البليت حصل فيه ايه يبقى 3 نقط. المهم يعني الهبوط اللي انا بحسبه بيبقى الافريج بتاع ال3 نقط. طيب انا كنت ماشي عمال ازود في ستريس يحصل لي هبوط، ازود في ستريس يحصل لي هبوط لحد النقطة دي. اول ما وصلت للنقطة دي بطلت اعمل ستريس وابتديت احط مية، لما ابتديت احط مية ابتدى يحصل هبوط من غير ما احط ستريس، يعني الاستريس ثابت اهو لكن الهبوط عمال يحصل لحد نقطة معينة. بعد النقطة المعينة دي بطل يهبط، اقوم انا ابتدي احمل تاني. هتلاحظ ايه بقى؟ هتلاحظ ان الميل بتاع الخط ده مختلف عن ميل الخط ده، لان الميل بتاع الخط الاولاني هو معامل مرونة التربة الجافة، واللي تحت ده معامل مرونة التربة المشبعة بالماء، فبالتالي ده مختلف عن ده. الخلاصة التجربة دي، طب حد يقول لي لو التجربة دي على تربة غير قابلة للانهيار هيبقى شكله ايه؟ الايه؟ ماشي، التحميل هيبقى نتيجته اقل، بس الشكل الاساسي اللي انا بحكم عليه يعني شايفين الحتة دي هتبقى صفر، الطول ده هيبقى صفر، هلاقي النقطة دي طلعت فوق. ممكن الميل المنحنى يختلف شوية، ما يجراش حاجة. ليه؟ لأن التربة اللي فيها مية غير التربة اللي ما فيهاش مية، لكن الحتة اللي هبطت مرة واحدة دي معناها إن دي تربة قابلة للانهيار. عشان كده بنقيس المسافة دي، وده بيبقى مؤشر عندنا للتربة القابلة للانهيار شكلها إيه. طيب معالجة التربة، الإزالة والدمج، ده نمرة واحد. التكثيف بالهرس السطحي، لو التربة دي تربة سطحية أنا ممكن أرشها مية وأقعد أدمجها عشان أخلص كل الانهيارية اللي فيها، ممكن برضو أحط فيها. طبعا احنا قلنا استبدال تربة، ممكن أعمل لها تثبيت للتربة. يعني إيه؟ يعني أجي عليها من فوق وأحط عليها الجيو جريد اللي أنتوا شايفينه ده، إن أنا أحط شبك أكني بحط تسليح جوه التربة، فالتسليح ده يخلي التربة حتى لو حصل فيها انهيار في حتت، أكنك بالظبط كده أنت في عندك تربة ضعيفة رحت حاطط فوقها بلاطة خرسانة، فأنت تقدر تمشي فوق البلاطة من غير ما تحس إن التربة ضعيفة، فأنت بالظبط كده رحت حاطط هنا تربة فيها تسليح يساعدك في إنك تتحمل المشاكل بتاعة التربة اللي تحت. دي طريقة برضو من الطرق المعتبرة. طب الأساسات اللي بحطها نوعها إيه؟ أساسات سطحية منفصلة. حل مش حلو ليه؟ لأن لو حصل انهيار لقاعدة هتقع، والقاعدة التانية لسه ما هبطتش، فتسريب ميه في جنب من العماره والجنب التاني لا، فالقعده دي هتقع والقعده التانيه مش هتقع، هتلاقي المنشأ بتاعك اتكسر ووقع مره واحده. يبقى اذا القواعد المنفصله ليست فين هي؟ يعني لو انا مضطر استخدم قواعد منفصله لازم اعمل لها ميد كبيره جدا تكاد تكون اكني عامل لبشه. مش انت في اللبشه بيبقى عندك فيها، عارف مش الراف اسمها ايه يا ربي، البلاطه الفلات سلاب، مش بيبقى في عندك فيلد ستريب وكولوم ستريب؟ برضه هتبقى عامل كده، هتبقى عامل فيلد ستريب وكولوم ستريب، بس بدل ما تعمل الكولوم ستريب هتحط بداله الميدا. يبقى هي في الاخر ان انت عملت قاعده وعملت ميدا كبيره جدا، فانت في الواقع شغلت كله كجريد واحد. يبقى اذا القواعد المنفصله مش مفضله، واذا اضطريت ان انا استخدمها لازم استخدم لها ميد كبيره جدا بشكل غير عادي.
طب اللبشة هي أفضل حاجة دلوقتي، ليه؟ التربة دي قابلة للانهيار، أنا هحاول أضيع الانهيارية بتاعتها، بس لو في حتة لسه كانت قابلة للانهيار وانهارت، اللبشة هتخلي الأحمال تتوزع على حتة تانية. يبقى إذا أنا بالنسبة لي اللبشة هو حل كويس جدا لنوع التربة دي. طب الأساسات العميقة، الأساسات العميقة كويس برضو، ليه؟ لأني لو عندي الطبقة القابلة للانهيار طبقة سطحية، فأنا لو عملت أساسات عميقة تخترق الطبقة السطحية وتنزل للطبقة القوية، يبقى حتى لو حصل انهيار مش هتأثر معايا. طب إيه الأحسن، أستخدم أساسات عميقة ولا أستخدم لبشة؟ السعر وظروف المنشأ، منشأ فيه أحماله كبيرة وكده كده هضطر أستخدم أساس خوازيق، يبقى استخدم خوازيق. منشأ يعني عرفت اتخلص من الانهياريه بتاعته استخدم لبشه، ما عرفتش يبقى لازم لان انا ما اقدرش احط لبشه على مثلا 4 متر تربه انهياريه، طب ما ال 4 متر هياخدوا اللبشه ويقع. يبقى اذا احسن حل هو ان انا استخدم خوازيق، لكن لو انا عرفت اتخلص من انهياريه التربه ممكن استخدم معاها لبشه، عشان لو في حتت فلتت مني ما عرفتش ان انا اصلحها صح. النوع الثالث والاخير اللي هو، او يعني قبل الاخير لان في النوع بتاع الحجر بقى، بس ده النوع الاخير في الرمل، في الطين او التربه يعني، اللي هو ايه؟ التربه الطينيه اللينه. تربه طينيه لينه من اسمها كده، يعني التربه دي ضعيفه جدا. طب الاول تعال نقول هي موجوده فين؟ هنا بقى تربة صينية هتلاقيها بعدت عن الساحل الشمالي، بعدت عن الشروق والعبور والتجمع والحتت دي كلها، لا خلاص ما بقى، والعاصمة كل ده ما بقاش معانا. دي فين بقى؟ عند مصبات النيل، الدلتا، عند شاطئ الساحل الشمالي، في بعض المناطق في بورسعيد، دمياط. يبقى إذن المناطق اللي كان فيها طين ومعروف عنها انها الطين بتاعها طين ضعيف. طيب ايه المشكلة بتاعتها؟ المشكلة بتاعتها الهبوط الكبير، انت مش متخيل ممكن حاجة تهبط 50 سم هبوط غير عادي، مفيش منشأ يستحمل الكلام ده. طيب ازاي اعرف ان التربة دي ضعيفة؟ واحد هيقول لي اخد عينة واديها اخدها ازاي؟ اذا كان العينة اساسا انت على ما تطلع، يعني على ما تدخل انبوبة كده في الارض وتطلعها عشان تطلع بالعينة، بتكون العينة نزلت منها زي المية. فيبقى إذن أنا مش هقدر أختبر التربة دي في المعمل، عشان كده هي دي الغلطة اللي بيقع فيها بعض المهندسين، إن بيجي له طين. افرض إن أنت عندك تو لايرز، لاير سوفت كلاي ولاير تحتيها ميديوم كلاي، يطلعوا عينة السوفت كلاي تطلع فاضية ما يبعتوهاش، يطلعوا عينة الهارد أو الميديوم كلاي اللي تحتها تطلع عينة يبعتوها المعمل، المعمل يختبر، تروح للدكتور اللي هيكتب التقرير يقول لك دي تربة طينية متوسطة القوة، لأنه ما شافش، هو كان لازم يكون واقف عشان يشوف، ولو ما كانش واقف كان لازم يبقى فيه ملاحظ أو حد تبعه يقول له ان خلي بالك العينه بتاعه المتر الفلاني طلعت فاضيه، مش يتعامل مع النهايه، طلعت فاضيه دي يبقى معناها ان التربه دي ضعيفه جدا، فيبقى كان لازم اعمل الاختبار ده اللي هو قصادنا هنا ده. ايه الاختبار ده؟ بنسميه اختبار المروحه، فين شير تيست. الفين شير تيست ده عباره عن ايه؟ مروحه بس في صورة، تخيل كده ان انت جبت تو بليدز كده. يعني ايه تو بليدز؟ يعني حاجة عاملة زي كده، حاجة بهذا الشكل كده. مهم يعني حاجة كده اهو، حاجة ليها مروحة ليها اربع ريش، بس كل ريشة عبارة عن بليت طويل. باخد المروحة دي
اغرزها جوه الارض لحد ما توصل للطبقه اللي انا عاوزها. نظريا لما اغرز دي جوه ارض قويه وادي من فوق احاول الففها في الارض، صعبه جدا، مش هتعرف تعملها اساسا. لو هي جوه رمل استحاله تعرف تحرك. فانت بتيجي تقوم محركها جوه الطين وتشوف الفورس اللي انت استخدمتها عشان تلفف المروحه دي لفه واحده. لو فورس قويه يبقى انسى، دي تربه قويه جدا، ولو ما عرفتش تحركها يبقى احسن واحسن. لو لففتها لفه ولقيت ان انت عمال يعني بتلف معاك يعني بلوزه خالص، لا يبقى التربه دي تربه لا تصلح. فالجهاز ده جهاز مهم جدا لانه بيختبر التربه دي. طبعا لو عملت اختبار الدقات العادي في التربه دي ايه اللي هيحصل؟ هحط البتاعة بتاعتي اللي هو الجهاز واجي اطلع بالحمل بتاعي انزل اخبط خبطه الاقي الجهاز نزل كله. يعني لما تلاقي بقى ده جاي لك في تقرير التربه دقات 1 2 3 اعرف ان انت خلاص دي تربه طينيه ضعيفه جدا. فيبقى اذا اختبار الدقات ممكن يفيدني واختبار المروحه ممكن يفيدني. الكود مديني هنا التربه الطينيه مديني ليها اهو، مديك ليها عدد دقات اهي. يبقى اذا غير اختبار المروحه عندي اختبار الدقات، فتلاقي ان من 0 لـ2 دقات لينه جدا، من 2 لـ4 لينه، من 4 لـ10 متوسطه. فيبقى اذا انا مش مسموح لي اقبل بدقات، يعني احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم في 25 دقه 30 50 دي كده تربه، لكن لما اتكلم في حاجات اقل من 10 ما تنفعش، لا تصلح للتاسيس، دخلت في تربه ذات مشاكل. طيب برضو، طب انا لو عرفت ان التربه بتاعتي مقاومه القص بتاعتها كام، او العكس، ما هو الجهاز اللي انا قلنا بتاع المروحه ده بيديني مقاومه القص، فلو مقاومه القص بتاعتها اقل من كذا تبقى وحشه، احسن من كذا تبقى كويسه. هنا بس بيقول لك ايه، انت ممكن كمان وانت قاعد على طول تختبرها ازاي؟ بيقول لك عند الضغط عليها داخل اليد فانها تخرج من بين الاصابع. يعني انا لو كده معايا حبه طين ورحت ماسكهم ضغط عليهم بايدي، ايه اللي هيحصل؟ لو لقيتها بتطلع من بين صوابعي تبقى التربه دي لا تصلح، يبقى ده طين لين. لكن لو ضغطت عليها لقيتها بتتشكل يبقى طين لين. لو ضغطت عليها لقيتها زي ما هي يبقى طين قوي كويس، ما عنديش مشكله. طيب في اختبار تاني سريع كده بيبقى جهاز بيسموه البوكيت بنترومتر، جهاز كده بتبقى حاطه في جيبك كده، حاجه صغيره كده زي القلم. عارفين شميدة هامر؟ حد شاف شميدة هامر او سمع عنه؟ بيختبر الخرسانه، بيضغط على الخرسانه، دي برضو حاجه كده زي شميدة هامر، بس الجهاز ده اول بيسموه اختبار الغز، اكني بغز عينه الطين بالجهاز ده واشوف القرايه اللي هو هيقراها. لو التربه الطين قوي هيقرا قرايه عاليه، لو الطين ضعيف هيقرا قرايه متوسطه. انا ليه بقول كده؟ بس خلي بالك ده مش مؤشر للتربه الضعيفه قوي، لان التربه الضعيفه قوي ما جاتليش اساسا من المعمل، هي لسه في الموقع ما عرفتش اجيبها معايا. فالعينه اللي وصلت معايا للمعمل هي عينه من الطين المتوسط او القوي، اما الطين الضعيف فانا سبته في الموقع. عشان كده تلاقي ان الاختبارات كلها لازم تكون اختبارات حقليه. طيب في برضه تصنيف، هتلاقي بقى ان انت قيم بيديها لك في الكود، عشان لو طلعت كذا بالاختبارات يبقى دي تربه كذا او تربه كذا. انا عاوز اشوف باقي لنا قد ايه عشان ايه. طيب هنقول بسرعه. طيب